بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا لتفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة. ده كمان يا بنات الوصفة دي بتعالج التجاعيد وبتشد البشرة وبتعالج الخطوط الرفيعة اللي موجودة في البشرة. اول مكون معايا، وده بجد تحفة جدا يا بنات، من اهم الحاجات اللي بستخدمها في الوصفات، وهي القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه. هاخد منها معلقة زي ما احنا شايفين كده، وهدوبها بمعلقة من مية الورد. هضيف لها معلقة من مية الورد وهقلبهم يا بنات مع بعض لحد اما تدوب القهوة في مية الورد. خلاص يا بنات، هي دابت معايا بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى هنضيف لها ايه بعد كده. المكون اللي بعد كده هنجيب زبادي طبيعي او ياغورت طبيعي، وهنضيف معلقة من الزبادي وهقلبها كويس جدا مع القهوة ومية الورد زي ما احنا شايفين كده يا بنات. رابع مكون يا بنات، واللي هو بجد معجزة في التفتيح وكمان توحيد لون البشرة، ده غير ان هو بيعالج التجاعيد، هو الحمص المطحون. طبعا حمص الشام اللي هو اللي بيبقى كبير شوية، بتجيبيه مطحون من عند العطار او بتطحنيه انت في البيت. خد منه معلقة زي ما احنا شايفين كده وهقلبها مع الخليط ده لحد ما يندمجوا. المكون اللي بعد كده يا بنات هيكون النشا او المايزينا، زي ما احنا شايفين كده طفلها حوالي نص معلقة وهقلبها كويس جدا مع بعض. طبعا كلنا عارفين قد ايه النشا مفيدة جدا للبشرة، اول حاجة بتفتح البشرة وكمان بتشد البشرة وبتعالج التجاعيد. اخر مكون يا بنات هيكون زيت اللوز الحلو، لو متوفر عندك، مش متوفر ممكن تحطي زيت زيتون. هاخد نقطة صغيرة جدا زي ما احنا شايفين كده هضيفها للوصفة. عايزة اقول لكم ان هو من الزيوت الحلوة جدا للبشرة اللي بتشد البشرة وبتعالج التجاعيد، ومن الزيوت الخفيفة اللي البشرة بتمتصها بسرعة. خلاص كده يا بنات الوصفة بتاعتي خلصت. هقول لكم ازاي بقى بنستخدمها وكم مرة بنستخدمها في الاسبوع. اول حاجة يا بنات تغسلي بشرتك كويس قوي قوي، وبعد كده بمية دافية، وبعد كده تنشفيها وبتحطي الوصفة او الماسك ده على البشرة وتسيبيه حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتغسلي بشرتك بمية فاترة وبعد كده بمية باردة. بتستخدميه 3 مرات في الاسبوع، او ممكن لا مرتين يا 3 مرات حسب راحتك، بس هو مفيد جدا، بيفتح وبيشد البشرة وبيوحد لون البشرة. بجد تحفة يا بنات، بتمنى ان انتوا تجربوه وتستفيدوا منه. وعايزه اقول لك بعد ما تخلصي وتنشفي بشرتك لازم ترطبيها بكريم مرطب او بزيت لوز حلو لو متوفر عندك. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، ما تنسيش اللايك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان تشوفي كل وصفاتي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.